أكد مدير إدارة التسويق والترويج السياحي بهيئة البحرين للسياحة والمعارض يوسف الخان أن قطاع السياحة في البحرين شهد تحسناً في أدائه طيلة السنوات الثلاث الماضية، وبلغت الإيرادات السياحية في العام الماضي 1.6 مليار دينار بزيادة قدرها 9% عن عام 2016. وطورت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استراتيجية شاملة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية تهدف إلى زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق وظائف مباشرة في مختلف التوجهات ذات الخصائص السياحية ووظائف غير مباشرة في المجالات الأخرى الداعمة. واستهلت هذه الاستراتيجية من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل عبر التركيز على القطاعات غير النفطية وتعزيز مكانة المملكة كمركز سياحي إقليمي وعالمي. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1719 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 2 سبتمبر 2018 وتنتهي في 3 مارس 2019. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.35% مقارنة لمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 5 أغسطس 2018 حيث بلغت 4.19%. والآن نتوقف مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بنسبة 0.39% مقفلا عند مستوى 1341 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,290,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 476,000 دينار تم تنفيذها من خلال 56 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.30% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8018 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.22%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4963 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.13%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2832 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.49% كما هو موضح على الشاشة. سلطت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد لها الضوء على التحول التكنولوجي الذي تشهد شركة أرامكو السعودية مؤخرا في سعيها للتحول إلى قوة محركة للابتكار في ظل ازدياد الاهتمام العالمي بعملاق النفط السعودي. وباتت الشركة تبحث عن طرق مبتكرة لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية المتعلقة بالنفط ووضع استخدامات جديدة ومبتكرة لمنتجاتها النفطية. وقد منح مكتب براءات الاختراع والعملات التجارية الأمريكية شركة أرامكو 230 براءة اختراع العام الماضي، أي نحو 4 أضعاف براءات الاختراع التي حصلت عليها الشركة عام 2013. وتضمنت أحدث براءات الاختراع من شركة أرامكو ابتكار سوائل لتكسير مكونات النفط الصخري باستخدام جسيمات دقيقة.
قالت وكالة ستاندر أند بورز العالمية إن الأصول السيادية للكويت بلغت بنهاية 2018 نحو 522 مليار دولار، منها 477 مليار دولار أصول خارجية، تمثل الأصول الخارجية 91% من إجمالي الأصول السيادية. وتصل تقديرات الناتج المحلي للكويت في 2018 إلى 135 مليار دولار، وتتضمن الأصول السيادية تقديرات أصول الهيئة العامة للاستثمار والودائع الحكومية لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية. وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يزداد حجم أصول الصندوق السيادي ليصل إلى قرابة 600 مليار دولار بنهاية 2021، وبزيادة بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل سنوي يصل إلى 5%. إلى ذلك، ذكرت دراسة حديثة لمؤسسة MRP للأبحاث أن دول الخليج العربي تستحوذ على 34% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت الدراسة أن منطقة الخليج العربي تمتلك أكبر إمكانات لإطلاق وتشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي. تيجس جوينكا المدير التنفيذي للشركة التالية المتخصصة في المحاسبة الدولية قال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في ازدهار الاقتصاد، وقد أعطيت منطقة الشرق الأوسط الأولوية للقطاع بالإضافة إلى إطلاقها المبادرات والقوانين الجديدة التي تعزز استقطاب وتأسيس هذه الشركات. استحوذت إمارة دبي على أكثر من 31% من إجمالي الإيرادات السياحية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام 2017، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن منظمة السياحة العالمية. وأفاد التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في الإمارة خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 21 مليارا، لتتصدر دبي بذلك دول المنطقة. وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي عن أداء أسواق السياحة العالمية أن دبي سجلت نمواً بنسبة وصلت إلى 8% في حجم الإيرادات في عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، مشيرة إلى أن الإمارة واصلت تسجيل معدلات نمو مستمرة في معدلات التدفق السياحي وإنفاق الزوار. النشرة الاقتصادية مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد قليل: انخفاض ثقة المستهلكين في وضع الاقتصاد الألماني بسبب انخفاض تقديرات الدخل. رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكد التصنيف الائتماني عند B3. وقالت الوكالة أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية. وتقول الوكالة أن هناك بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر. ولفتت الوكالة العالمية إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي. بدأت الأوضاع تتجه نحو الاستقرار النسبي في سوق عملات الأسواق الناشئة، فيما ظلت الأوضاع في تركيا تتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار. وذكر تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن عملات الأسواق الناشئة الرئيسية شهدت تعافيا أو على الأقل استقرارا خلال هذا الأسبوع، وذلك باستثناء الليرة التركية. وأضاف التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي الأوسع لعملات الأسواق الناشئة ارتفع بمقدار 0.63% هذا الأسبوع، كما يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات التضخم في تركيا خلال الفترة المقبلة بعد أن وصل إلى نسبة أقل قليلا من 16% خلال شهر يوليو الماضي.
أكد أحد أهم المراكز البحثية الاقتصادية في العالم إلى أن الاقتصاد الإيراني سيكون قد تلقى ضربة موجعة مع نهاية العام الحالي بسبب العقوبات الأمريكية التي ستدخل مرحلة جديدة في شهر نوفمبر القادم، وتستهدف مفاصل مهمة للاقتصاد، فيما يتوقع المركز أداء بائسا للاقتصاد الإيراني خلال الفترة القادمة. وجاءت هذه التوقعات في تقرير لمركز إكسفورد إيكونوميكس، وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد الإيراني انكماشا بنسبة 3.7% خلال العام المقبل 2019، وسوف يكون هذا الأداء هو الأسوأ له منذ 6 سنوات. كما لفت التقرير إلى أن الانكماش الاقتصادي والأوضاع المتردية في إيران وأثار العقوبات الاقتصادية سوف تنعكس في نهاية المطاف على كل الشعب الإيراني. قال بنك مورغان ستانلي إن الحكومة الصينية ستستمر في تنفيذ الوسائل التي تحمي اقتصادها من تأثير الحرب التجارية الراهنة مع الولايات المتحدة. وذكر روبن شينغ كبير الاقتصاديين الصينيين ببنك مورغان ستانلي إنه لا يتوقع أي تصحيح ضخم في معدلات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأضاف أنه يتوقع أن يتم تخفيف التأثير المحتمل من التعريفات الجمركية جزئيا بواسطة صناع السياسة النقدية. وطبقت الولايات المتحدة في يوليو الماضي تعريفات على واردات من الصين بقيمة 34 مليار دولار، وفي الأسبوع الماضي ألزمت واشنطن بكين بتعريفات إضافية على واردات قيمتها 16 مليار دولار. والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا، انخفضت ثقة المستهلكين في وضع الاقتصاد الألماني في الشهر المقبل بعكس التوقعات مع انخفاض تقديرات الدخل. وأظهرت بيانات مؤشر جي اف كي لأبحاث السوق أن مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني سجل 10.5 نقاط بالنسبة لشهر سبتمبر المقبل مقابل مستوى 10.6 نقاط في أغسطس الجاري. وكانت تقديرات المحللين أشارت إلى أن الثقة في وضع الاقتصاد ستسجل مستوى 10.6 نقاط، ويعد ارتفاع أسعار الطاقة أحد الأسباب الرئيسية لتراجع تقديرات الدخل، حيث شهد معدل التضخم في ألمانيا زيادة عند مستوى 2%.